تطلق وزارة الصحة حملة تنشيطية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار حقك تنظمي يوم الأحد المقبل وحتى يوم العاشر من مارس المقبل، ذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030. أضافت الوزارة أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكساب المزيد من الخبرات، ما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة، ذلك إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر.